إذا متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة بن سليمان. إذا متابعينا الكرام، أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم عن تسجيل 1098 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع عددك الإجمالي للمصابين بالمغرب إلى 933071 حالة، بينما تم تسجيل 19 حالة وفاة، ليصل بذلك الإجمالي وفاة المغرب إلى 14267 حالة وفاة. بينما لله الحمد والشكر، تم التأكد من شفاء 1608 حالة شفاء إضافية، ليرتفع بذلك الإجمالي المتعافي بالمغرب إلى 906160 ألف حالة شفاء. فجهة الرباط سالة القواطرة في المقدمة وسجلات صخيرة تمارة 84 حالة وجود الوفيات، الرباط 83 حالة وجود الوفيات، سالة 78 حالة وجود الوفيات، القنيطرة 60 حالة، سيدي قاسم 57 حالة، الخميسات 31 حالة وثلاثة الوفيات، وسيدي سليمان 7 حالات، دار بيضاء 292 حالة، برشيد 26 حالة، المحمدية 20 حالة، النواصر 19 حالة، سطات 11 حالة، جديدة 10 حالات، مديونة 8 حالات، وسيدي بنور 3 حالات، بينما بن سليمان 2 حالات. بينما جهة طنجة تطوان الحسيمة سجلات طنجة أصيلة 24 حالة، الحسيمة 20 حالة، تطوان 16 حالة وحالة وفاة واحدة، مضيق الفنادق 7 حالات، شفشاون 7 حالات، والعرائش 2 حالات، بينما وزان حالة وفاة واحدة. بينما جهة الشرق وجدة 28 حالة، الناظور 16 حالة، بركان 9 حالات، دريوش 8 حالات، قرسيل 5 حالات، وجرادة حالة واحدة. بينما جهة مراكش أسفي سجلات مراكش 20 حالة وثلاثة الوفيات، أسفي 4 حالات، صويرة 3 حالات، يوسفية كذلك 3 حالات. متابعينا الكرام، قرعة صراغنة 2 حالات، رحامنا حالة واحدة، بينما إنزكان إيش ملول 15 حالة، أكادير 7 حالات وحالة وفاة واحدة، تارودانت 4 حالات، شتوكا إشباه 2 حالات، طاطا حالة واحدة، وتيزنيت حالة وفاة واحدة. بينما جهة بني ملال خليفرة سجلات خريوكا 14 حالة وحالة وفاة واحدة، بني ملال 4 حالات، خنيفر 3 حالات وحالة وفاة واحدة، أزيلال 3 حالات، فقيه بن صالح حالة واحدة. بينما جهة فاس مكناس فاس 12 حالة وحالة وفاة واحدة، مكناس 5 حالات، تازة 2 الحالات، صفرو حالة واحدة، والحاجب حالة واحدة. بينما واد دهب 19 حالة، الراشدية 11 حالة، زاكورة 3 حالات، وتينغير 3 حالات. بينما جهة العيون الساقية الحمراء سجلات العيون 7 حالات، سمارة 7 حالات، بوجدور 2 حالات. بينما جهة قلميم واد نون طنطان 2 حالات، سيدي إفني حالة واحدة، وقلميم حالة واحدة. إذا متابعينا الكرام، نذكركم أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم عن تسجيل 1098 حالة، ليصل بذلك الإجمالي للحالات الجديدة بالمغرب إلى 933071 حالة، بينما تم تسجيل 19 حالة وفاة، ليصل بذلك الإجمالي وفاة المغرب إلى 14267 حالة وفاة. بينما لله الحمد والشكر، تم التأكد من شفاء 1608 حالة شفاء إضافية، ليرتفع بذلك الإجمالي المتعافي بالمغرب إلى 906160 حالة. صخيرات تمارة 84 حالة وجود الوفيات، الرباط 83 حالة وجود الوفيات، سالة 78 حالة وجود الوفيات، قنيطرة 60 حالة، سيدي قاسم 57 حالة، خميسات 31 حالة وتجد الوفيات،
وسيدي سليمان سبعة الحالات، بينما الدار البيضاء 292 حالة، برشيد 26 حالة، المحمدية 20 حالة، نواصر 19 حالة، ستات 11 حالة، جديدة سجلات 10 الحالات، مديونة 8 الحالات، سيدي بنور 3 الحالات، وبن سليمان 2 الحالات، طنجة أصيل 24 حالة، حسيمة 20 حالة، تطوان 16 حالة وحالة وفاة واحدة، مضيق الخنيدق 7 الحالات، شفشاون 7 الحالات، العرائج 2 الحالات، وزان حالة وفاة واحدة. بينما وجدة إنجاد 28 حالة، الناظور 16 حالة، بركان 9 الحالات، الدريوش 8 الحالات، قرسيف 5 الحالات، جرادة حالة واحدة، مراكش 20 حالة وكذلك الوفيات، أسفي 4 الحالات، والصويرة 3 الحالات، يوسفية 3 الحالات، قلعة سراغنة 2 الحالات، رحامنا حالة واحدة. إذن متابعينا الكرام، كنتم معنا في بث مباشر مباشرة من مدينة بن سليمان.